شفت غير شي حاجه في اليوتيوب اخويا، شنو نقول لك؟ احنا كما كنعرفوا في 2000 كما كيقولوا من 2010 لهنا ولات كتبان واحد المخلوقات، كنقول احنا الف مخلوقات وكائنات، واحد الكائنات واحد المخلوقات جديده اللي فيها بعض البنات ودراري، وبعض اللي كيقولوا انا ما نقولش عليهم فنانه ولا فنانة، نقول بعض البنات والدراري، لان الفن عنده طقوس ديالو، عنده باش تكون فنان خاصك بزاف تكون في فكره الحوايج، والفن كيتخلق مع بنادم الروح، كيخلقو ربي فيك، فهمتيني؟ باش واحد الناس ناطقه انا فنان سي با، انا ما كنعترفش بهم، شي واحد كيقول لك انا كنغني ولا انا فنان ما عندوش لا كارير ما كنعترفش به. وهاد المخلوقات هاد الكائنات يعني واخا يقولوا لي قالوا غير شوف غير السميات ديالهم والمستوى باش كيهضروا كيعبروا على 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 الطيم ديالهم يعني والنيفو ديالهم. يعني ملي كتلقى واحد مثلا كيهضر على راسه ولا كيخرج شي كليب باني في شعره ولا شي وحده بحال شفت كتقول شي حاجه قبيحه باش تشرب باش دير لباس، راه كتعبر على المستوى ديالها، يعني داكشي غير عابر فهمتيني. ما خويا انا هذاك ما نقدش نشوف فيه، ربي تسمح لي ما على الكلمه هذه وسمح لي، هو ما نقدش نشوف فيه انا، هو ما تقدش تشوف له في وجهه عاد تسمع له غناه ولا يعني ما باش ما يقولكش حنا كنصابوطيه ولا كنهضروا فيه ولا ما حشومه نهضر عليه انا هذاك كاع، هذاك ما مصنفش كاع، هو كاين بزاف وما كاينه قافله، ولكن هذاك حنا كنهضروا على داك على ديال اللي كيهضروا عليه هاد الساعه. ما ربي تسمح لي لا صوت لا صوره. الانسان ملي كيتوب لله عز وجل وكيلبس واحد يعني كتشهد عليك الناس وكتلبس واحد الحجاب اللي انا عنده واحد الوقار وتولي تحيدو وتولي كما كنتي ولا اكثر من كي كنتي، هذاك 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 راجع من الله سبحانه وتعالى، ما بغيلاش وجهها ماشي ديال الحجاب. هاد السيد انا كنقولها وجهك ماشي ديال الحجاب، وكان بغاك ربي الحجاب حس ربي كيتوب الناس اللي باغيين التوبه النصوح في القلب. اني اعلم في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا واني اعلم في قلوبكم شرا يؤتيكم شرا، يعني ديجا بعدا النيه ديالها من الديبار ماشي باغيه التوب باغيه دير البوز، والله سبحانه وتعالى ما كيعطيش داك القناعه كيعطيها الانسان اللي طاهر وكيكون في قلبه الرحمه وكيكون في قلبه الاسلام. يعني ديجا ربي كان بغاها، ربي اللي خلقنا وخلق جميع المسلم وكرها، يعني الهدايه ما كتكونش لاي واحد، الانسان اللي كيكون باغي يتهدى كيكون قلبه بالعروق ديالو ربي كيكون مطلع عليه. كائنات غريبه طاحت، شي اللي خرج من تحت الارض وشي طاح مع النازك ما قلتها مع الحجر من السماء، هذوك هي كائنات يعني ما كنصنفهمش بشر ولا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.